اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. النهارده زي ما عودناكم كل اسبوع عندنا رحله طويله ومهمه مع جدعان بلدنا اللي يستحقوا الظهور بالفعل في هذا البرنامج، برنامج الجدعان. ولكن خلوني قبل ما ابدا رحلتنا النهارده اتكلم عن قضيه صار حولها الكثير من اللغط في الايام الماضيه، وهي تعيين السيد القصير وزيرا للزراعه. ناس كتير قالت واحنا ما عندناش خبراء في مركز البحوث الزراعيه او مركز بحوث الصحراء يصلحوا لتولي منصب وزير الزراعه. ناس تانية قالت ما عندناش في كليات الزراعه في طول مصر وعرضها في كل جامعات مصر احد اساتذه الكليات يصلح لهذا المنصب. لماذا تم اختيار محاسب لمنصب وزير الزراعه؟ الحق يقال انها ليست المره الاولى التي يتم تعيين غير متخصص في الزراعه في منصب وزير للزراعه. قبل كده الحالتين اللي نذكرهم امين ابوزه تم تعيينه وهو خريج اقتصاد وعلوم سياسيه، فؤاد سراج الدين هو اصلا محامي وتم تعيينه وزير للزراعه ثم وزيرا للداخليه. انا اصلا مره سالت السيد امين ابوزه وقلت له لماذا تم اختيارك من قبل الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء انذاك للعمل كوزير للزراعه. رجل قال لأننا نبحث عن من يدير الزراعة. حقا مصر تبحث عن من يدير موارد القطاع الزراعة. أما الخبرة الفنية فلدينا الآلاف من خبراء الزراعة اللي ممكن يستعين بهم الوزير في أي وقت. ويا ما حضرنا اجتماعات في مكتب وزير الزراعة آنذاك أمين أباظة كان يجتمع بالخبراء ثم يتخذ القرار النهائي. إذن التخصص ليس مطلوب في القطاع الزراعي، وكثير من دول العالم لا تعتمد على التخصص في اختيار الوزراء، ولكن نحن نبحث مرة أخرى عن من يدير موارد القطاع الزراعي، نبحث عن من يستطيع التفكير خارج الصندوق، نبحث عن من يمتلك يد قوية وغير مرتعشة. وأستطيع القول بكل قوة وحيادية تامة وبدون مجاملة أن السيد القصير وزير الزراعة يمتلك هذه المواصفات. خلي بالكم انتوا كنتوا حضراتكم شهود على واقعة كبيرة جدا في برنامج الجدعان لما جبنا عائلة كبيرة من سوهاج. هذه العائلة هربت إلى محافظة الأسكندرية من سوهاج وهم أبناء عمد. الناس دي كان عليهم مديونية حوالي 900,000 جنيه. فوجئوا بأن البنك الزراعي على مدى سنوات طويلة جدا تم وضع مديونية وصلت إلى 6,000,000 جنيه. طبعا العيلة بالكامل 7 إخوات ما قدروش يدفعوا هذه المديونية وهربوا على اسكندرية. أبناء العمد تحولوا إلى باعة جائلين على شواطئ الأسكندرية. أنا لما سمعت حكايتهم بصراحة تحركت فورا إلى مخبأهم في الأسكندرية وخدت عائل هذه الأسرة ونزلت فورا إلى السيد القصير رئيس البنك الزراعي آنذاك وتحدثت معه بشأن هذه العائلة المنكوبة. وبكل قوة اتخذ السيد القصير قرارا حاسما بإلغاء كل فوائد الدين عن هذه الأسرة المنكوبة وعاد إلى أصل الدين. وبالفعل سددت هذه الأسرة أصل الدين وعدنا بيهم إلى محافظة سوهاج، ولأول مرة يتم فتح بيت العمدة مرة أخرى وتعود الأسرة إلى الاستقرار والهدوء. على فكرة دموع أحد أطفال هذه الأسرة بكى مصر كلها لما بكى إنه مش لاقي أصحابه وعايش في اسكندرية وحيد ومطارد. إذن نحن أمام وزير يجب أن يمنح الفرصة وهو يستحق بالفعل هذه الفرصة. تاني حاجة عايز أتكلم عليها بشكل ضروري جدا النهاردة، احنا عندنا المجالس التصديرية حوالي 12 مجلس مهمتها النهوض بصادرات مصر، وصلت النهاردة ل 25 مليار دولار يوم 3 يناير المقبل، يعني خلال أيام بسيطة جدا ستنتهي مدة هذه المجالس دون أن يحدث أي رد فعل من وزارة التجارة. نعم التغيير الوزاري كان منذ ساعات قليلة، ولكن هذه المجالس مهمة جدا ما ينفعش نوقفها ونعطل صادراتنا ولو ساعة واحدة. كل المجالس متعطلة محدش عارف يعمل إيه، كل المجالس مش عارفة مين رئيسها عشان يقدر يمضي ويوقع. لازم وزارة التجارة تتحرك. كل ما أرجوه من معالي الوزيرة نيفين جامع وزيرة التجارة ألف مبروك يا فندم على المنصب وأنتم أهل هذا المنصب، ولكن المجالس التصديرية تنتظر منكم إما تجديد الثقة في هذه المجالس لمدة 2 أو 3 لغاية لما تبان الأمور أمام الوزارة، هل تستمر هذه المجالس أم يتم حلها وتعيين مجالس أخرى أو يتم على الفور تعيين مجالس جديدة لكل المجالس التصديرية. محتاجين نحن ننتبه أن هذه المجالس
مهمة جدا، هي الاستشاري الأول للحكومة، ونحن نبحث عن صادرات بقيمة 55 مليار دولار، ولن يتحقق إذا تعطلت صادراتنا يوم واحد. وما يحدث حاليا هو تعطيل لصادرات مصر. تخيلوا كل ما تدخلوا مجلس تصديري الناس تايها مش عارفة تعمل إيه، وثلاثة يناير آخر المجالس ولم يصدر حتى اليوم أي قرار بشأن المجالس التصديرية. أنا بتكلم على 12 مجلس تحكم اقتصاد مصر. يجب أن نتحرك حتى ننقذ صادراتنا في جميع الصناعات. دي الموضوعات اللي كنت لازم أتكلم عنها النهاردة في بداية حلقتنا. خليكم معنا عشان نشوف فقراتنا إيه النهاردة في برنامج الجدعان. في حلقة اليوم، فريق الجدعان يلتقي بأصحاب أفضل ابتكار صناعي في مصر لعام 2019، حيث نجحوا في إنتاج لقاح بيطري يكافح مرض IB المتحور، أشرس أمراض صناعة الدواجن في العالم، وتفردوا به، وتم اختيارهم للقب بعد منافسة بين نحو 700 شركة مصرية في مختلف الصناعات. فريق الجدعان يرصد قصة نجاح الشاب تامر الطنطاوي، جزار المشاهير والنجوم، والذي ينفرد بمنظومة مبهرة لتداول اللحوم الحمراء والبيضاء في محلات تتوافق مع معايير سلامة الغذاء. فما هي نصائحه لكل المستهلكين في تداول واختيار اللحوم كأحد أهم خبرائها حالياً؟